الرحيم. في ناس يا اخوانا قصره العبادات على معنى التعبد المحض، يعني زي الصوم زي الصلاه، وبينسى باب كبير من ابواب القرب من الله عز وجل، وهو باب التعامل مع الناس وقضاء حوائج الناس ومساعده الناس وخدمه الناس. ده باب كبير جدا ومنفعته متعديه، والشرع جعل العبادات اللي نفعها متعدي أكثر ثوابا من العبادات اللي نفعها قاصر على الشخص. عندنا حديث البخاري ومسلم من حديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار، فمنا الصائم ومنا المفطر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء اللي جايب عصاية وحاطط هدومه بيستظل بيها، ده أكتر واحد في ظل، ومنا من يتقي الشمس بيده. فسقط الصوم من كتر الإعياء يا إخوانا والإجهاد والتعب في الصيام. شوف بقى الثواب، واحد بيصوم في يوم حر شديد كهذا ولدرجة أنه سقط من الصوم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فسقط الصوم وقام المفطرون فبنوا الأبنية يعني الخيام وسقوا الركاب يعني الجمال وقاموا على خدمة إخوانهم الصائمين. عندنا دلوقتي فريقان، فريق صائم في يوم حر شديد وفريق مش صائم ولا حاجة ولكن قام على خدمة إخوانه، من الأكثر ثوابا؟ حسم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. شوف قيمة اللي انت تساعد إخوانك تاخد ثواب أكبر من هؤلاء الذين تعبوا في صيام أو عبادة محضة. احنا بنلفت الأنظار للعبادات المتعدية النفع، اللي انت تخدم الناس وتساعد الناس وتنفع الناس. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتفقد أصحابه، بيتفقد إيمانهم وحالهم مع ربنا، فبيقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث ده رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. لكن تعالى نبصه من ناحية تانية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل 4 أسئلة، 3 أسئلة فيما هو بين العبد والناس، وسؤال واحد فيما بين العبد وربي اللي هو: من أصبح منكم اليوم صائم. لكن 3 أسئلة من أصل 4 في علاقة الإنسان بالناس: من عاد منكم مريضا، من شيع منكم جنازة، من تصدق اليوم على مسكين. شوف الإسلام بيعلم الإيجابية ويعلمنا اللي احنا نتعامل مع الناس ويكونوا بالنسبة لنا باب حسنات كبير. وشوف لما أبو ذر، والحديث عند البيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأسئلة وشوف الأجوبة، الأجوبة كلها المرة دي تتعلق بحال الإنسان مع الناس ودوره في خدمة الناس. يا رسول الله، يقول أبو ذر: يا رسول الله، دلني على عمل ينجيني من النار. قال: إيمان بالله. قال: مع الإيمان عمل. قال: أن ترضخ مما رزقك الله، يعني تعطي. قال: فإن كان فقيرا ليس معه ما يرضخ. قال: أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فإن كان لا يستطيع، قال: فليعن الأخرق. الأخرق اللي ملوش صنعة، يعني أنت تعلم بني آدم صنعة دي قربة لربنا عز وجل، يعني ما تبخلش على حد بمعلومة عشان هينتفع بيها في شغلانة تانية يبقى أنت استفدت حسنات وثواب من عند الله عز وجل. قال: فإن كان لا يحسن، ما بيعرفش يصنع، قال: فليعن المظلوم. قال: فإن كان ضعيفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريد أن يكون لأخيك خصلة من الخير؟ فليكف أذاه عن الناس فإن ذلك يكون منه صدقة. ففرح أبو ذر وقال: إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من خصلة من هذه الخصال يفعلها المرء المسلم إلا أخذت بيديه وأدخلته الجنة. يبقى شوف الإسلام بيقولك حتى لو مش قادر تساعد الناس كف أذاك عنهم، دي قربة ربنا، دي صدق، اللي انت ما بتأذيهمش، ما بتشتمهمش، ما بتحسدهمش، ما بتتمناش زوال النعمة عنهم، ما بتنقمش عليهم، ما بتختبهمش، كل ده مما يقربك إلى الله. هو ده دين الإسلام وهي دي شريعة الإسلام اللي عظمت جدا من ثواب
اللي انت تساعد الناس وتكون في حاجاتهم. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. اعتكاف شهر ليس له ثواب اللي انت تمشي في حاجة أخيك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.